بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا شباب ورحمة الله وبركاته. معكم حسين أبو سالم، مصمم فيجوال افكتس وموشن جرافيك. أهلا بيكم في المحاضرة الأولى من محاضرة ال VFX. المحاضرة دي إن شاء الله تعتبر محاضرة ليا، وهتكلم فيها عن الدروب سيميليشن، استخدام ال 3D Max، البروكال فلو، والبلاجن الفروست. دي النتيجة إن شاء الله اللي احنا هنعملها. الدروبس اللي حوالين الجزئية ديت كان برضو تخشوا على اليوتيوب بتاع الشانل بتاعي. خشوا على قناتي برضو تشوفوا الأعمال بتاعتي والاشتراكات، وتشتركوا برضو وتشوفوا الشغل دي إن شاء الله. ده برضو النتيجة التانية اللي احنا هنعملها. تمام، هنعمل احنا الدروبس اللي هي النقط اللي بتنزل على ازازة الكوكاكولا ديت. ده النسخة التانية اللي انا هعملها. اول حاجة هعملها عندي هنا، هروح على باركل سيستم، واعمل عندي حاجة اسمها بي اف سورس، اللي هي خاصة بتوليد الجزيئات. هعملها كده. لو مشيت الفيلم بتاعي كده هلاقي بتولد جزيئات عندي هنا. عشان افتح البرك سورس بتاعي هاجي هنا وافتح الجزء بتاعي من هنا. كده فتح لي الجزء بتاع اوت الخاصه بالبرسيس بتاعتها. البرس عندي اول حاجه عندي اسمها البرس، ديت اللي خاصه بتوليد الجزء بتاعي، اللي بتولد الجزء بتاعي الجزئيات ديت. تمام، بيبقى لها تايم معين احنا بنحدده من هنا. يعني هنا ايمت ستارت الفريم رقم 0، وبعدين ستوب الفريم رقم 30. الاماونت اللي هو عدد البارتيكل اللي انا عايز احددها، مثلا حددت 50. تمام، الا ديت توصل لحد الفريم رقم 30، وبعد كده خلاص بتمتنع عن ان هي تولد البركه بتاعتها. تمام، خلاص كده. لو انا عايز ازودها يبقى اجي هنا واقول من هنا من 50 وازود عدد البركه بتاعي. تمام، يبقى كده لحد 50، وبعد كده ايه هتبدا تقف. تمام، طيب انا عايز دلوقتي اقول ان البركة اللي بتنزل ديت عايزة تبقى مرتبطة بالأوبجكت ده. يعني تعالى كده أعمل ليفت عشان أشوف الموضوع أكتر، ولا فرونت. تمام، هنا الجزئية بتاعتها بتنزل، أنا عايزها ترتبط بيها بالأوبجكت ده. عشان أعمل حاجة زي ديت هاجي هنا على القائمة بتاعتي من هنا، وأعمل حاجة اسمها بوزيشن أوبجكت، كان بوزيشن أيكون. هاجي هنا على البوزيشن أي أوبجكت ديت، هضغط ألت، هضغط على البوزيشن ايكون اول، واضغط الت من هنا، واقوم جاي ساحبها وحاططها مكان البوزيشن ايكون. تمام، بعد كده اقوم جاي اعمل باي ليست، اللي اختار من القايمه بتاعتي، واختار اللي هي ازازه البوتل اللي هي دي. تمام كده، مشيت اول فريم كده تاني كده، ماشي كده، لان الجزئيات بتاعتي الايه ارتبطت بالجزئية بالبوتل بتاعي. بس عشان اعملها اكتر هاجي على السبيد باي سيرفيس، هاجي على حاجة اسمها سبيد باي سيرفيس، وهاخد سبيد باي سيرفيس كده. تمام، واقوم جاي معامل باي ليست، واخد تاني البوتل. تمام كده، الاقي الجزء بتاعي بدأ يتحرك، اتأثر بحركة البوتل بتاعي. بمعنى أصح السبيد باي سيرفيس ان حركة الجزء بتاعي بقى متأثر بالأسطح بتاع البوتل بتاعي. تمام، عندي السبيد باي سيرفيس بيبقى خاضع لعمليات معينة عشان يظبط. يعني هو هنا شايفه بيتوزع في كل مكان وسريع قوي. تمام، عشان احد من سرعته هاجي على السبيد بتاعه واقول مثلا وليكن 30. تمام كده، قال السرعة بتاعته اهيت، انتشار سرعة الانتشار بتاعه. عندي هنا السبيد باي سيرفيس التحكم بتاعه، بدل ما اقول مثلا الجزيء هيبقى في سرعة واحدة، لا انا عايز اقول مثلا ان انا اتحكم في السرعة بتاعته بتحكمات. طبعا بياخد الابديت بتاعه على ما يعمل البتاع الاول. هي ماشي كده، ده بدأ ينظم لي شوف الحركة بتاعتي. تمام، عشان اظبط الدنيا اكتر يبقى انا عايز اقوله دلوقتي، بدل ما عايز اقول المعنى صح الاتجاه بتاعه ده مش مظبوط، انا عايز الاتجاه يكون على الاسطح البتاع، ما تروحش في اي حتة تانية. عشان اقوله ما تخرجش عن اي حتة تانية هيجي هنا على السيرفيس نورمال واقول له بارليل تو سيرفيس.
صح ان هي مش بتعملك اي حاجه غير انها بتديك الشكل الكامل للجزيئات جوه الخليه. تمام، طبعا بتتقل في الجهاز اكتر، بيبقى ليها تقل على الجهاز اكتر. كده الجزيئات بتاعته بتتحرك. عشان اشوفها برضه اكتر اخلي تيك سيريت، اغير الشكل بتاعه واخليه وليكن سيركل، اخلي مثلا وليكن لون احمر. تمام، عشان تبقى اكتر كده. تمام، هاجي دلوقتي بقى على عايز اقول له دلوقتي ان انت السرعه بتاعه السيرفس دي تنزل لتحت. عشان اقول له تنزل لتحت يبقى انا عايز ايه؟ فورس. فورس يعني ايه؟ يعني قوه ان يترك حركه لتحت. بس قبل ما اعمل فورس لازم اكريت الاول الجرافيتي بتاعي اللي هي الجاذبيه. هيك كده على البورت الاول، واعمل هنا كده جرافيتي هيدي هنا على قائمه الاسباس وورب، واعمل جرافيتي. تمام، اعمل كده جرافيتي كده بسيط. هاجي على الفورس، احط فورس هنا، ادي الفورس اللي هي مسؤولة عن القوة، واحطها تحت البوزيشن بحيث ان البوزيشن بتاعي بعد كده القوة اللي تحت وبعد كده السرعة. تمام، على السيرفيس بتاعي والفورس، واقول له سيلكت وهختار ايه جرافيتي. هو كده كده اختار اوتوماتيك. اوكي، كده لو جيت لفت كده بصيت، بص الاقي الجزيئات بتاعتي بدأت تنزل ايه لتحت. تمام، اعتبر اللي هي النقط المية اهيت، ده تخيلها مثلا ديت نقط المية. كده بدأت تنزل تحت اهيت. تمام، بقى ليها جاذبية معينة، القوة بتاعتها بقت لتحت. هودي هرجع تاني كده، وعايز انا دلوقتي وانا بنزل القوه بتاعته توصل لحد مستوى معين. يعني انا شايفها هنا بتنزل هنا عادي. تمام، انا عايزها توصل لحد هنا مثلا، وبعدين البركه دي تموت او يحصل لها بمعنى صح اصطدام بالجزيئات، يحصل اصطدام في الجزيئات وبعد كده ايه ما تبقاش موجوده. عشان اعمل حاجه زي ديت هاجي هنا واعمل حاجه اسمها كوليجن. اعمل حاجه اسمها كوليجن، كوليجن دي معناها ارتطام، اللي هي بتخضع لقوه معينه. لو الجزيء مثلا بيخبط في أرضية وبعدين بيرد تاني. تمام كده مثلا، وعشان أعمل الكوليجن لازم أعمل الديفليكتور. الديفليكتور اللي هو حاجة زي الأرضية كده اللي هو يرتطم بيها الجزيئات. تمام، هاجي هنا على الويند برضو، اختار قايمة اسمها ديفليكتور. تمام، واخد الديفليكتور من هنا واعمل كده. تمام، بس على الليفت كده واظبط الديفليكتور هنا، اروح على قائمة الطب عشان اظبطها، بس احطها حواليها بمعنى اصح صغرها كده عليكم شوية. تمام، خليني مثلا اقول عايز على المستوى ده مثلا، او انزل شوية كمان. تمام كده يا معلم، حلو. دلوقتي بقى هاجي على الكوليجن، واقول له اعمل باي ليست وهات لي ديفليكتور. تمام، هاجي هنا كده همشي كده، الجزيئات بتاعتي بتوصل لحد تحت لحد ديفليكتور وبدأت ترتطم بيها، وبعد كده بترد تاني لفوق. تمام، اهيت حتى لقيت بتنطر اهيت. طبعا انا بتكلم بالاسلوب اللي هو البلدي شوية عشان الناس تفهم الدنيا بتمشي ازاي في البركة الفلو. مش عايز اتكلم كحتة تكنيك شوية عشان تبقى صعبة على الناس اللي لسه مبتدئة. تمام، هيت لان الجزئية بتاعتها بتتطم بعد ما ترد تاني. تمام، طب انا عايز اقول بقى ان هي تموت بقى، يعني ما تبقاش شرطة، انا عايزها اول ما توصل مستوى ده تموت. عشان اقول له حاجة زي ديت يبقى هاجي هنا واقول له ديليت. يبقى انا كده عايز شرط ان هو يموت لي البركة ديت. هاجي هنا على ديليت، احطها هنا. طبعا هو هنا كده كده عامل لي ربط، فمعنى كده ان في حدث سنة هيحصل، يعني كوليجن هيصطدم فهيحصل كذا، هتولد عن البركة التانية او هيعمل حاجة تانية. لا انا عايز اقول له هتموت في ديت، مش عايز تولد عنها بركة تانية دلوقتي. تمام،
بيأثر معايا، لكن الفكرة كلها ان هو بيدينا بيخلي العملية اسرع شوية في السيميليشن. تمام، دلوقتي انا عايز اقول ان قطرات المياه ديت وهي بتنزل اكيد بتولد جزيئتين. انا لو بصيت انا هنا كده هلاقي الجزء بتاعي هنا بدأت تولد جزيئات تانية.
السيميليشن لحاجة هتلاقيها هتبقى طالقة معاك، بس الفكرة كلها هتبقى مريحاك شوية في الشغل. تمام، خلينا اقول هنا الجزيئات بدل ما هي بتتولد كده، انا مش عايزها تتولد خالص بقى، هتبقى ثابتة على طول. شايف هنا بتتولد اهي من اول فريم واحد السائق بتبدأ تتولد، لا انا عايزها تبقى ثابتة على طول ما تتحركش. باجي هنا على الايميت ستوب واقول له اي زيرو، كده طول الفريم بتاعي هتبقى موجودة مش هتحرك ولا هيبقى ليها اي دوران. ده بتحرك بتاعي اللي هي الجزيئات التانية بس. السبيد اللي هي الاسبوعين السرعة بتاعتها، خلينا وليكن اعمل السرعة بتاعتها كده قليلة اوي. وامشي كده بقى الجزء بتاعنا بعد ما انا عملت الديليت هنا للجزئية ديت. تمام، هاجي هنا مشيها كده الاقي الجزئية بتاعتي طبعا لسه مظهرتش. هعمل هنا ديس ابلاي للجيومتري بتاعي عشان تبان، خد ديس ابلاي برضو الجيومتري ده واحطها هنا شيفت كده كنسل. انا عايز ديت بس، ديت بس تحط هنا كوبي. اوكي، واخلي اللون بتاع مثلا وليكن ازرق. تمام، هاجي ابص كده للجزئيات بتاعتها الاقيها طبعا كبيرة. بص كده الجزئيات بتاعتي بدأت تتولد من الدروبس اللي هي النقطة.
سترينج مسايج ويبقى قوي قوي، يخلي مثلا وليكن واحد تمام، واجعل الفورس بقى كده كده كانت موجودة عندي، ما خدت بيها البتاع، خليت انا الجرافيت هياخد معاها كمان الويند تمام. اغير شوية في اتجاه الويند شوية، اغير شوية في السرعة بتاعتها والتوربيلانس بتاعها شوية، اعمل شوية عشوائية وليكن مثلا اعمل ديت التوربيلانس بتاعه وليكن 5 مثلا او 6 شوية عشوائية كده في الحركة، بدل ما تبقى الحركة نازلة مستقيمة تبقى واخدة زاوية أو كيرف شوية هي نازلة تمام كده يعني تمام، في تربيلنس شوية في الحركة كده بتبقى واقعية أكتر تمام. أجي على الفريكوينسي وأخليها مثلا ليكون 1، الفريكوينسي بتديها شوية، بتعدل شوية الزاوية بتاعتها، السكيل بتاعها الجزيئات وهي نازلة مثلا نخليها وليكن 1 2 مثلا تمام. طبعا لو انا عايز ازود بقى البركة اللي ازودها عندي، بس زي ما قلت لو على حسب امكانيات جهازك، بيعمل هنا سبيس سورس، هنا بيعمل له ابديت لل المشهد بتاعي تمام. يمكن اكتر حاجه شايفها في مشكله في الباركر فلو ان هو ما بيعملش كاشنج زي سينك بارتيكل، ده في رايي شوية، زي شوية البيرس شوية، خليها مثلا وليكن 30 تمام. دلوقتي بقى الدور الجاي على ان احط الفروست بتاعي، البلاجن بتاع الفروست تبع السينك بوكس، هاجي على من هنا سكيم ستاندرد بتو، هختار السينك بوكس تمام، واعمل فروست كريتو تمام. افتح الفروست كده، عندي الحاجة اسمها باركر اوبجكت عندي، هعمل بيك واختار البي اف سورس بتاعي، طبعا بدأ يعمل يكون الجزيئات على على الاوبجكت بتاعي. طبعا الشكل طبعا مش لطيف خالص، هقلل بتاع، غير الشكل بتاع، خليها مثلا يكون ميتا بول طبعا كبيرة، اخلي الراديوس بتاعها شوية اقلله. هاجي هنا على ريديوس شانل، ريديوس شانل باركل ريديوس، خليها مثلا وليكن 2 تمام، 1 كده
عاملة زي الاستوديو، نظام الاستوديو كده، ما تبقى الإضاءات كلها مركزة حوالين أوبجكت معين. تمام، وعامل سي كده. ارجع الماتيريال، اختار الدروس بتاع الاول اللي هي الفروست، واعمل ليها نقط المية. عشان اعمل نقط المية هاجي هنا واعمل فيري ماتيريال، فيري ماتيريال، و هعمل الديفيوز بتاعي مثلا يكون هيدون، الفليكشن بتاعي يبقى ابيض، ريفليكت برضو ابيض. تمام، الفوق برضو نفس الكلام. تمام كده، ده يعتبر الدروبس بتاعي اللي هي المية، سميها دروبس مثلا. واقوم جاي عامل لينك هنا، عامل اساين ماتيريال. اول ما كده حددت الفلوس ديت اعمل اساين ماتيريال ليها كده، خلاص هي حددتها على انها دوت الموت بتاعتها. تمام، طبعا انا عملت الاوبجكت، مش عايز الاوبجكت عكس الدنيا شوية. ديت انا كنت عملت نفس الفكرة برضو، بس الفكرة كلها غيرت لها اللون بتاعها، بدل ما هو الريفليكشن بتاعه ابيض اخليه اخضر. تمام، غير كده. خلينا نعمل ريندر كده واشوف. اوكي، الريفليكشن بتاعه عالي قوي. خلينا اخفي الاضاءات بتاعه.
ميزة حاجة عايز اتكلم عليها، ميزة ال 3D Max 2014 او 2016 عندك، بيوفر عليك شوية وقت في ال في السيستم النظام بتاعك. مثلا ممكن يقول لك ان الاضاءات بتاعتك لو انت عايزها خاصة بالاستوديو او الاكستيريور او الكلام ده، فبيوفر عليك بدل ما تروح وتعمل ريندر سيتنج. طبعا ما تبقاش نفس الجودة اللي انت